السجق، هنعمله سمبوسك بالسجق معاها شوية من الخضروات. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة والمقادير. عندي هنا السجق، عندي البصل، الفلفل الأخضر، وعندي جوزة الطيب، القرفة مع البهارات الميكس، وعندي هنا طبعا المية بالدقيق اللي أنا إيه بقفل بيها ورقة السمبوسك. تعالوا بقى نبدأ مع بعض نشوح الأول السجق. السجق من الحاجات السريعة السهلة اللي مش بتحتاج شغل كتير. هنقطعه صغير خالص وهنحط معاه بقى ايه المقادير بتاعتنا، وهو مش بيحتاج للبهارات الكتير. يلا زي ما اتفقنا احنا دايما عايزين نجدد ننوع في اكلاتنا، فايه بنعمل مع بعض وصفات تجديد تغيير. عملنا مع بعض السجق نعمله بكذا طريقة، ونعمله كمان في الحشوات بيكون حلو جدا، والسحور عايز دايما أكلة حلوة. يلا سهل سريع وإيه وبيستوي كمان بسرعة. كده انا هجيب حشوة السجق هنا عندي وهمشي الزيت اجيبه هنا. هبدأ بالحشو بتاعي. حابين برضو نضيف شوية جبنة، ممكن تضيفوا الجبنة الموتزاريلا او اي من انواع الجبن المتاحة عندكم، هتديكوا طعم حلو جدا. اهو السجق من الحاجات الحلوة قوي، ممكن برضو نعمله بالجبنة الرومي. السجق مع الجبنة الرومي بيطلع برضو حلو جدا. صدقوا هعمله لكم مرة عشان ما تقولوش بس ان انا ايه حرميكم من حاجة. ها السمبوسك بتاعت كل بيت بيحبها، يعني مفيش بيت ما بيحبش السمبوسك. احنا بقى نخترع في ايه في حشواتنا عشان يبقى فيه تجديد وتغيير، ودايما يبقى لينا التاتش كده بتاعنا. فدايما عايزاكم تفكروا في ايه الجديد، وبرضو بعتولي يعني لما تفكروا، ما تفكروش وما تبعتوش، فكروا وبعتولي على طول اي فكرة جديدة نعملها مع بعض. واقول برضو ايه اسم اللي بعتها ما تقلقوش، يعني مش هقول ان هي عمال ايدي انا وحياة عيني، هقول ان هي عمال ايدي كنت وحياة عينيكم بالشكل ده. اوكي فكده عندكم كل الاوبشنز. طبعا انا عاملة جاهز حطاه، تعالوا بقى يلا احمر.